حياكم الله مشاهدينا إلى أهم أخبار الاقتصاد. انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي الثلاثاء في البورصة الرئيسة ببغداد وأربيل. فقد سجلت بورصة الكفاح والحاثية المركزية في بغداد 147,800 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي. وانخفضت أسعار البيع والشراء في محل الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، إذ بلغ سعر البيع 148,250 دينار عراقيا لكل 100 دولار أمريكي، في حين بلغت أسعار الشراء 147,250 دينارا عراقيا لكل 100 دولار أمريكي. أما في أربيل فقد شهدت أسعار الدولار انخفاضا أيضا، إذ بلغ سعر البيع 148,100 دينار لكل 100 دولار أمريكي، وبلغ سعر الشراء 147,900 دينار عراقي لكل 100 دولار أمريكي. هذا وانخفضت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار لتسجل 181 مليون دولار. وقد هبطت مبيعات البنك المركزي من الدولار الأمريكي لتصل إلى أكثر من 181 مليونا، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1460 دينارا لكل دولار. وقد ذهبت أغلب مبيعات البنك لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات بلغت 139 مليونا، وذهب المبلغ المتبقي البالغ بشكل نقدي. وقام 26 مصرفا بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج، و18 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، فضلا عن 206 شركات توسط. أعلنت دائرة الجمارك الإيرانية أن العراق استورد نحو 22 مليون طن بقيمة تصل إلى أكثر من 6 مليارات دولار من إيران في غضون 6 أشهر. وأوضحت الدائرة أن الصادرات الإيرانية بلغت نحو 84 مليون طن، تصدرت الصين ترتيب الأسواق التي تدفقت عليها السلع الإيرانية ب 19 مليون طن أو يزيد، تلاها العراق بأكثر من 21 مليون طن، بينما جاءت تركيا في المرتبة الثالثة ب 11 مليون طن. تراجعت أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى أدنى مستوياتها منذ 3 أشهر عند 70 دولارا و 52 سنتا لبرميل خام برنت. يأتي ذلك بينما تزداد المخاوف من انخفاض أسعار النفط بسبب التحذيرات من عودة زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا في العالم وانتشار متحور أوميكرون الجديد، فضلا عن دعوات الإغلاق والعودة إلى الإجراءات الوقائية في العديد من بلدان العالم. في المقابل ارتفعت أسعار الذهب مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي، إذ قدر المستثمرون شدة تأثير متغير فيروس كورونا أوميكرون على الاقتصاد العالمي، وارتفع سعر الذهب الفوري إلى أكثر من 1796 دولارا للأوقية. زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.3%، وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.2%، مما قلل من تكلفة المعدن للمشترين الذين يحملون عملات أخرى. وفرض عدد متزايد من الدول قيودا على السفر للحد من انتشار المتغير كورونا المكتشف حديثا، والذي قالت منظمة الصحة العالمية أنه ينطوي على مخاطر عالية جدا للإصابة بالعدوى. قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن المتحور أوميكرون لفيروس كورونا يمكن أن يبطئ تعافي الاقتصاد الأمريكي وسوق العمل ويزيد من الشكوك بشأن التضخم. وأضاف أن الازدياد الأخير في أعداد الإصابات بالفيروس وظهور المتحور أوميكرون يشكل مخاطر سلبية على التوظيف والنشاط الاقتصادي، مؤكدا احتمال أن يقلل من رغبة الناس في العمل بشكل حضوري، مما قد يبطئ التقدم في سوق العمل ويزيد من اضطرابات سلاسل التزويد. كانت هذه أهم أخبار الاقتصاد. إلى اللقاء.